انا بياع الجاتو وهفضل طول عمري بياع الجاتو، ومش عايزك توصلني. ما تخليش الراجل ده يعقدك، بيعي جاتو بيعي بطاطا اعملي اي حاجه انت عايزاها، بس غني. انا بشتغل عند الراجل ده وببيع له شرايط بيكسب منها ذهب، وعارف ان صوتي حلو، وبرضه مش عايز يعمل لي كاسيت. ازاي هرجعهولك؟ وانت فايته في اي وقت، سيبيه في مكتب الامن. مش هتبرد؟ بحب البرد وعندي مقاومه، في عز التلج باكل ايس كريم. عشان كده؟ اسمك ايه؟ سيف. ايه؟ To me and yet so far will I